السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتقل إلى موضوع فصل آخر اللي هو يتكلم عن Complete Metric Spaces. أول ما نبدأ بتعريف Convergence Sequence. Convergence Sequence A sequence XN in a metric space. هنا أنا عندي الفضاء هو metric space converge to X. Converge to X ينتمي X يعني XN تقترب إلى فد عنصر موجود بالفضاء X or a sequence XN is convergent. أما يقولون إنه XN تقترب إلى X أو إنه XN هي متقاربة. If for every epsilon لكل epsilon أكثر من صفر يوجد فد N ينتمي إلى N such that إنه المسافة بين هاي الـ XN والـ X أقل من epsilon for all N أكبر من N. نكتبها convergence ال xn is converge حسب انه التعريف عندي بكل epsilon بكل epsilon اكبر من صفر يوجد n ينتمي للn such that انه المسافة البعد بين xn عن هذا ال x هي اقل من epsilon لكل n اكبر من m. هندسيا شنو تعني؟ اذا اخذنا ال xn هي تساوي رقم 5 x1 x2 x3 x4 هذين كلهم خارج الجوار. اكو مسافة بين هاي ال x اللي هي نقطة التقارب وال xn. هاي المسافة بين هذا ال x وال xn هي epsilon لكل epsilon يعني لكل قطر داخل هذا الجوار من ارسمه لازم تكون مسافة هي تساوي epsilon. معناها انه الاعداد يعني xn هي السيكونس هي عدد غير منتهي من العناصر بس ليه حد الخمسة يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة هما برا الجوار داخل الجوار من الخمسة وفوق للأخير كلهم يكونون متقاربين لذلك نقول هاي السيكونس is a convergent. زين بعدها proposition let x be an inner product space and suppose that for any pair of convergent sequences عندي ال xn. هسا نجي على التقارب في ال inner product space. اول شيء التقارب بالمتريك سبيس عرفناه انه لكل epsilon تكون من صفر يوجد دلتا يوجد n ينتمي ل n such that انه المسافة بين xn وال x اقل من epsilon لكل n يعني اكبر من هاي ال n capital. نجي على convergent موجود بال inner product space شلون نعرفه؟ يتعرف ال convergence بين inner product space أكيد إنه for any of for suppose that for any pair of convergence sequences. شوفوا من البداية قال عليها convergence sequences يعني xn تقترب إلى x وال yn يقترب إلى y. then ال inner مال xn yn نقي هنا ندير نعرف ال convergence بين inner بنعرفه عن طريق ال x أن يقترب ويا ال y أن يقترب لأنه ال inner product space هو من x cross ال x إلى f. فإذا x أن ويا ال x أن راح يقترب إلى x y for n يقترب إلى ال infinity. نجي نبرهن هنا نأخذ مطلق x أن y أن ناقص x y شو راح يساوي؟ بهاي الخطوات أول شيء أبدي أضيف موجب سالب موجب xny سالب موجب xny. هاي الخطة كأنه ضايفة صفر. شلون أبديها؟ عندي المطلق inner xn yn ناقص xy حتى أشوف الconvergence شي يساوي مطلق xn yn ناقص xn y زائد xn y ناقص x y. أسد القوس وياها الانر ماتي راح يساوي هاي أبدي نانا قلت لكم من تكتبون البرهان تكتبون الأسباب. انتو هنا قسم من عندكم أو أغلبكم من يبرهن مباشرة يكتب الخطوة المباشرة لا هنا نقول by absolute value property بسبب خواص المطلق. هاي عندي راح تجي افتحها انه مطلق ال a زائد b قلو يساوي مطلق a زائد مطلق b هاي الخاصية افتح على اساسها
هذا إذا يساوي inner x n y n ناقص ال inner مال x n y زائد طبعا أقل أو يساوي عفوا مال المطلق x n y ناقص x y. بعدها عندي حسب خواص ال inner product space inner مال x ويا ال y زائد z يساوي ان ال inner مال x y زائد ال inner y z. اذا هنا أنا منو عندي هذا ايش راح يساوي لي؟ مساوات inner مال x n ويا y n ناقص y زائد هنا ال x n ويا هنا منو ثابت ال y يعني ال inner مال x n ناقص x ويا ال y. هنا الخطوة الأخيرة صارت باستخدام كوشي شوارز إنيكواليتي. شلون كوشي شوارز إنيكواليتي؟ عندنا تعريفنا إن هنا باي إنر أوف الإكس إكس إنر أوف الإكس إكس شي يساوي سنوس يساوي نورمال إكس. وعندي بالكوشي شوارز إنر أوف الإكس واي تربيع أقل أو يساوي من إنر أوف الإكس إكس إنر واي واي مو؟ إذا أسويها أريد أشيل التربيع هاي إيش راح يصير؟ أخذ الجذر التربيعي للطرفين يعني أس نص أقل أو يساوي من إنر إكس إكس أس نص إنر واي واي أس نص. يعني إيش راح يصير؟ مطلق إكس واي أقل أو يساوي من إنر ال x x أس نص إنر ال y y أس نص. هسا هاي كلها السبب. زين شلون راح استفاد منها؟ هاي أعتبرها نفس هذا. فهاي إيش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي أقل أو يساوي من إنر الأول بإنر الثاني. إنر الأول ويا إنر الثاني يعني إنر إكس إكس أس نص وإنر الثاني اللي هو إنر واي إن ناقص واي واي إن ناقص واي أس نص زائد إنر الأول اللي هو إكس إن ناقص إكس إكس إن ناقص إكس هنا زائد طبعا مضروب بي انر الثاني اللي هو واي واي اس نص اس نص حسب كوشي شوارز. هذا راح يرجع شي يساوي ان هذا راح يرجع شي يساوي يساوي نفس هذا اللي هو شنو هو؟ نورم الاكس هذا نورم الواي ان ناقص واي زائد هذا شي يساوي حسب الفوق هذا نورم الاكس ان ناقص اكس وبصفه نورم الواي. طبعا هاي سينس من البداية معطى انه الواي ان converge to y and xn converge to x. يعني شنو معناها؟ يعني معناها هاي النورم xn ناقص x اقل من epsilon ونورم yn ناقص y اقل من epsilon. اوكي يروح للصفر بعدها. فهذا عندي النورم ال الاكس هنا اكس ان فهنا اكس ان اكس ان من فتحتها عفوا فهنا نورمال اكس ان. بما انه هي كونفرجنس every convergence sequence is bounded اذا هذا المقدار bounded وهذا المقدار ده يروح للصفر فهاي صار الصفر وهذا ايضا متقار
ال x ناقص x converging sequence ويقترب للصفر، إذن عندي صار المقدار كله راح يساوي للصفر. إذن هذا صار إنه ال x ناقص y n converge to x y since the sequence. إذن شوفوا صفحة 13 عندي since the sequence إنه ال x n is a convergent والx n is a bounded so the right hand side of this inequality leans to zero راح يقترب الى الصفر as n goes to infinity ويحصل على التقارب في ال inner product space. عندنا صفحة 14 تعريف 213 ليت x بيامتريك space. A sequence x n in x is said to be Cauchy sequence. تعريف مهم نوع جديد اللي هو يسمى Cauchy sequence if it has following property giving any epsilon. تشوفوها نفس الحالة لكل epsilon تكبر من الصفر. There exists fed n such that if n و m أكبر أو يساوي صفر لأن المسافة بيناتهم أقل من epsilon. بعد هنا فرق الكوشي convergence عن الكوشي sequence. شوف الكوشي convergent sequence لكل epsilon تكبر من صفر يوجد فد n ينتمي n بحيث انه المسافة بين xn والx اقل من epsilon لكل n اكبر من n، بينما كوشي sequence هي لكل epsilon تكبر من صفر يوجد فد n ينتمي n such that انه المسافة بين xn xm اقل من epsilon لكل n و m اكبر من n. يعني هسه بالنسبة الهندسيا ال xn xm هو البعد بين عناصر السيكونس يقترب الى الصفر، بينما ال xn يقترب للx يعني البعد بين العنصر و نقطة يعني ال xn اللي هو العنصر ونقطة التقارب مالته x يقترب الى الصفر. اذا العلاقة نمثلها هسه بروبوزيشن 2 1 4. هل انه شوف شنو العلاقة بين كوشي والconvergence، هل يوجد علاقة بينهم لا؟ نعم يوجد علاقة بيناتهم. إنه every convergence sequence is a matrix in a matrix space X D is a Cauchy sequence. يعني converge يؤدي إلى Cauchy. الconverge يؤدي إلى Cauchy sequence. نيجي نشوف يعني شنو المعطى عندي convergence sequence. يعني عندي فت sequence أسميها X N تقترب إلى X. شنو المعطى عندي؟ المعطى عندي proposition اثنين واحد أربعة إنه كل convergence sequence in matrix space تعطي Cauchy sequence. نريد نبرهنها convergence sequence يعني عندي فد xn يقترب الى x، المطلوب من عندي xn d بين xn xm اقل من epsilon وهنا d بين xn x اقل من هذا صح وهذا مطلوب. شو نسوي؟ بما انه عندي ال xn قلنا يقترب الى x اذن لكل epsilon اكبر من صفر يوجد فد n natural number ينتمي لل n حيث انه المسافة بين ال xn وال x راح اخذها اقل من epsilon على 2. هاي فتشي زين if عندي وهنا لكل n اكبر من n، اذا عندي m اكبر من n and n اكبر من n 2 m وانا شلون حتى اوصل للتعريف؟ فش اسوي؟ المسافة اني هاي اللي اريده المطلوب اني عندي هذا، هل هذا اقل من epsilon؟ مسافة بين xn xm قل او يساوي هاي حسب خواص الماتريكس ماتريكس بيس الخاصية الرابعة دي اوف ال xn x زائد دي اوف ال xm x ضفت x
دي بين الاكس اكس زد اقل او يساوي من دي اوف الاكس واي زائد دي اوف الواي اكس او اكس واي. واي اكس واي اكس او اكس واي هي مسافة، ف مو المكانات اوكي بالنسبه لها. زين انا اذا هاي اقل، انا عندي مسافه بين دي اكس ان والاكس هي ابسيلون على 2 واكس ام هم نفس الحاله اللي هي ابسيلون على 2 صارت هاي ابسيلون. اذا تحقق عندي المسافه، اذا كل convergence sequence هي كوشي sequence. بعدها هل العكس صحيح؟ يعني هسه convert ينطي كوشي، هل العكس صحيح؟ العكس غير صحيح. حسب عندي example 2 1 5، example عندي 2 1 5 هذا homework عليكم. prove that انه sequence عندي 1 على n is a Cauchy sequence but it is not convergent. يعني شنو معناها IE؟ يعني عندي D هنا، أنا يعني من عندي الـ space هو الـ R، الـ R الـ D of الـ XY بالـ R يساوي مطلق X ناقص Y مطلق. يعني عندي D of الـ XN XM أقل من epsilon but الـ D بين XN X مو أقل من ابسيلون. غلط، هذا موجود عندي. يعني المسافة مطلق 1 على n ناقص 1 على m أقل من ابسيلون كوشي. لازم تبرمون هذا بروف، لكن 1 على n من تقترب هاي السيكونس ما تحقق، لانه المسافة بينها وبينها نقطة اقتراب مالتها اقل من ابسيلون. هذا اكزامبل بروف عليكم. 2 1 5 صفحة 14. بعدها ننتقل الى 2 1 6 الى تعريف a metric space is said to be complete. اش وقت نقول metric space metric space is said to be complete if every Cauchy sequence in X converge. إذا كانت يعني شو وقت من الصح العكس، إحنا ممكن العكس لا يصح، الconverge يعطي Cauchy لكن العكس غير صحيح. من يكون العكس صحيح يسمى الفضاء المتري بالفضاء complete metric space. بعدها عندي definition the complete، بعدها من الكومبليت متريك سبيس. شوف هسه الكومبليت راح نمشيها على كل السبيسات اللي عندي، يعني متريك سبيس من يصير كومبليت يسموه كومبليت متريك سبيس. عندي النورمد سبيس، احنا عرفنا متريك ونورمد وانر، ان المتريك سبيس بعدها نورمد سبيس. النورمد سبيس اذا كان كومبليت يسمى بناخ، وعندي الانر سبيس اذا كان كومبليت يسمى هيلبرت سبيس، يسمى عندي هيلبرت سبيس. اكزامبل 2 1 8 the space C of A B is a بناخ space، فضاء مال continuous. ايضا هذا هوم ورك عليكم. بعدها عندي 2 10 اللي يقول انه every finite dimensional inner product space is a Hilbert space. يعني شنو عندي؟ عندي every finite dimensional inner product space is a Hilbert space. Every finite dimensional inner product space is a Hilbert space. The complete inner product is the complete inner product space is a Hilbert space. إنه inner من يكون complete يسمى Hilbert space. هسه نجي
شنو هالبرت سبيس؟ عندنا أمثلة عليه، كل فضاء يكون دايمنشن مالته البعد مالته منتهي، هذا الفضاء هو هالبرت. مثلا عندنا الار 3 دايمنشن مالته 3، هذا الفضاء يكون هالبرت. احنا من البداية اخذنا بالشنو الفضاء وشنو تعريفه. بعدين عندنا ال2 ال2 is with the standard inner product is a Hilbert space. شوفوا ال LB هي مو قلنا ال B مرة تاخذ واحد اثنين ثلاثة مرات ممكن للإنفينيتي، كلهم ممكن هما بناخ space، بس ال L2 هو Hilbert space. انتبهوا على هالشي، بس ال L2 هو Hilbert space. Remark 2.1.11 إن every inner product، من البداية قلنا inner product، الانر برودكت ممكن ينطيني نورمد سبيس وفق انه تعريف نورمال اكس يساوي انه نص. قال بما انه كل انر برودكت سبيس هو نورمد سبيس، اذا every هيلبرت سبيس حيكون بناخ space. هاي every Hilbert space is a بناخ space. True or false، صح أو غلط، ممكن تجيكم هاي صيغة. العكس ما يكون صحيح، فقط في حالة إذا كان عندي norm induced by inner. إذا كان عندي فد نورم أصله هو جاي من أو inner product space induced من norm space، بهاي الحالة أنا عندي خاصية البرغرام لو، إذا طبقت خاصية البرغرام لو على هذا النورم معناها هذا المناخ space ممكن يصير هالبرس space، بس العكس هو غير صحيح، فقط في حال كان على هذا النورم يطبق عليه برغرام لو. عندني definition a set x is closed، بعد هنا أخذت فقط set لأنه هاي الصح على كل subspace space، إنه عندي بس set a set x is closed if and only if for all sequence x n in x، لكل هذه السيكونسات الموجودة في هذا ال x such that إنه ال x n يقترب بهذا ال x وتكون هذني السيكونسات شبيهم متقاربة، ذين أهم شيء عندي نقطة التقارب مالتة محتوات في هذا ال x نفسه. السيت x السيت تسمى مغلقة في حال احتوت جميع نقاط تجمعها، يعني إذا كانت كل مالتها نقاط التقارب موجودة داخل هاي السبيس أو هاي السيت عفوا. Proposition if H is a Hilbert space، هاي كلش مهمة. Proposition if H is a Hilbert space and Y sub عندي subspace من H is a linear subspace، إذا كانت ال H is a Hilbert space وال Y هو subspace من هذا ال H، then ال Y يعني شوفوا ال Y is a Hilbert space لأنه ال Y حيكون Hilbert space بحد ذاته if and only if ال Y is closed in H. هاي راح تكون if and only if، يعني عندي اتجاهين، يعني عندي معطى ال H راح نبدي هسه فد شي كلنا نحكي هيلبرت سبيس، عندي ال H شبيها is a Hilbert space وال Y هي subspace من H معطى. مطلوب من عندي شنو؟ انه ال Y is a Hilbert space if and only if ال Y is closed in H، يعني تكون حقق لي هذا التعريف انه كل النقاط التجمع مالتها موجودة داخل. زين ال Y is closed in H، الاتجاه الاول ال Y is a Hilbert space، هذا معطى، يعني شنو؟ يعني every، يعني هي اول شيء complete
inner product space. يعني شنو complete inner product space؟ يعني every Cauchy is a convergent sequence. No complete. زين المطلوب هاي معطى. المطلوب شنو هو؟ الواي is closed. يعني شنو الواي is closed؟ يعني عندي فد x n converge to x. هل is الx هذا راح ينتمي الى هاي الواي؟ والx n شبيها هي sequence، والx n محتوات بالواي sequence موجودة بالواي، والx هي الconvergent مالته. اريد هل هذا الx ينتمي الى واي؟ من الاقي الx هذا ينتمي الى واي؟ اذا خلاص صارت الواي is closed. ندعي claim that انه prove عندي claim ندعي انه الواي is closed in h. closed يعني شنو؟ قلنا ليت الx n be a sequence in y such that انه هي converged x n تقترب الى x. assume that انه احنا شنو نريد الclosed؟ انه الx ينتمي الى y. افرض العكس، احنا مو قلنا ببرهان بالرياضيات ممكن افرض العكس انه هو الx لا ينتمي الى y. اذا xn هي بما انه convergent every convergent sequence is a Cauchy sequence. اذا xn is a Cauchy sequence but not converge in y. لكن مالتها الاقتراب ما موجود الواي. ليش؟ لانه قلنا الx هو ما ينتمي للواي. اذا الواي اذا بما انه اللي هي Cauchy sequence but not converge in y، لانه ليش قلنا not converge in y؟ لانه قلنا الx لا ينتمي للواي، فاذا انت مالتها الاقتراب وليس بواي. اذا صارت اذا الواي is not complete، لانه الكومبليت every Cauchy sequence is a convergent. وين بالسبيس نفسه؟ بما انه هي كوشي بس convergent لكن ليست في الواي، اذا هي not complete. وهذا يؤدي الى تناقض ويا الواي هيلبرت سبيس. ليش انه الواي هيلبرت سبيس؟ شنو التناقض صار؟ لانه الواي هيلبرت سبيس لانه هي الواي هي كومبليت انر برودكت سبيس، يعني هي كومبليت بس انا حسب فرضيتي العكس انه هي نوت كومبليت. اذا هذا تناقض، اذا لازم ارجع افرض من البدايه الحكي الصحيح مالتي انه الواي از كلوزد. الاتجاه المعاكس اللي هو انه شنو عندي؟ عندي الواي از كلوزد، الواي از كلوزد اللي اريدها انه شو تكون؟ هي هالبر المعطى الواي از كلوزد، هذا معطى. المطلوب شريده الواي از هالبرت سبيس. زين الواي از هالبرت سبيس يعني شريده هي كومبليت انر برودكت. يعني شو كومبليت انر برودكت؟ يعني every Cauchy sequence is converge. زين شاخذ انه انتو تفسرون الكلام شوية شوية توصلون الى ابسط صورة للبرهان حتى تعرفون شلون تبرهنون. ما تبدون واي زي هيلبرت سبيس وتوقفون شنو هيلبرت سبيس، تجزئون البرهان شوية شوية الى ان توصلون اللي تريدوا الواي. زين ناخذ نريد كونفيرج، يعني ناخذ ليت فعد عندنا سيكونس اكس ان بي اكوشي، لانه هي قلنا كوشي سيكونس ان واي، نريد نبرهن هنا وهي كومبليت. بما انه الاتش از هيلبرت سبيس اذا الاتش شبي كومبليت، وبما انه الاكس ان كومبليت. زين الاكس ان هي موجوده بالواي والواي هو سبسيت من الاتش، اذا عندي الاكس ان is converge
بالكبير اللي هو ان اتش، بس انا اريدها كونفيرت بالواي. اذا بما انه كونفيرت، اذا الاكس ان كونفيرج تو اكس، بس انا من البدايه الواي الاكس ان مين ما اخذتها، ما اخذتها كوش سيكونس وين ان واي. وبما انه الواي از كلوزد، قلنا شنو تعريف الكلوز؟ يعني راح تحيي كل نقاط التقارب مالتها. اذا الاكس راح ينتمي للواي، اذا الاكس ان السيكونس مالتها راح تقترب ان واي، اذا صارت شنو كونفيرج. اذا صارت الواي هيلبرت سبيس. ليش صارت الواي هيلبرت سبيس؟ لانه هي كانت كوشي سيكونس الاكس ان وراها صارت كونفيرج، وراها من صارت كونفيرج اذا صارت الهيلبرت سبيس is complete inner product space.